لست بحاجة لأن تعرف من هو، فعندما تتأمل لوحاته الفنية بألوانها الزاهية المبهجة تكتشف أنك في معرض فني لشاعر الألوان الذي جمع بين الإبداع بالقلم والفرشاة. هو الفنان صاحب المسيرة الفنية الطويلة مجدي نجيب. لوحات بتعبر عن الأشعار، يعني في أشعار أنا أحب أكتبها على الورق وساعات ما أجيش على الورق بالقلم، يعني فبستعمل الألوان وأعبر بها عن الشعر اللي أنا عايزه. المستوحاة كلها من الغنى والمزيكا والجو القديم بالذات شوية، يعني مفيش حاجة كاملة أبدا، يعني إنما باستمرار لازم الواحد يحاول، وده اللي أنا بعمله، يعني إن دايما أحاول. تم افتتاح معرض نجيب الذي ضم 30 لوحة فنية مستوحاة من سحر الشرق وسط حضور رفاق عمره، حيث كان أشبه بتظاهرة حب كبيرة له. أنا اشتغلت معاه في الأغاني غريبة ومش غريبة، القدس، حاجات غناها محمد منير وحاجات لنجاة وكده، لكن أنا صاحبته في رحلته التشكيلية كمان، وواحد من الناس اللي ما قدرتش الخامة عليهم هو قدر على الخامة. ألوانه فيها طاغ عليها الشكل الشعبي والألوان اللي هي المبهجة المنورة قوي دي، وهو كده كمان حتى في شعره، يعني تحطنا في مشوارنا خطوة وعمرها ما بتنقضى، يعني هو تقريبا بيتعامل مع الفن بالمنطق ده. احنا محتاجين في الوقت اللي احنا فيه فنون من كل الانواع علشان بالفعل نثقف الاولادنا، نقدر نطلع منهم جيل جميل جدا زي ما كان دايما بيسموه زمن الفن الرائع، زمن الفن الجميل. حاله من حالات البهجه والدفء، وبالنسبه لي انا النوستالجيا بتاعت مجدي نجيب الشاعر الكبير المهم اللي كان عنده دويتو عبقري مع محمد منير في فترة صبانة وفترة الشباب بتاعتنا. في اللوحات كلها العازفين والراقصات والراقصين والمعزوفة موسيقية تشكيلية تظهر في أعمال مجدي نجيب، فطبعا إحنا بكده بيكتمل الشقين بتوع الإبداع عند أحد المبدعين الكبار في مصر. أشعار نجيب لعبت دورا مركزيا في الأغنية المصرية، حيث اقترن اسمه بنجوم الزمن الجميل، هذا فضلا عن أعماله التشكيلية العامرة بالبهجة والخيال، فهو الوحيد القادر على سرد الأشعار بالكلمات والرسومات. هويدا يحيى، MBC مصر.